بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان طباعة خطوط الشبكة في تطبيق مايكروسوفت وورد، منسق النصوص التابع لحزمة مايكروسوفت أوفيس المكتبي. الوورد أو خطوط الشبكة في الوورد طبعا لها مكان كده، بنضغط على الشيك بوكس بتاعها بتظهر خطوط الشبكة زي الإكسل كده، ولكن في الإكسل في خيار ممكن حضرتك تفعله فيتم طباعة خطوط الشبكة في السليكشن اللي انت عامله ده في النطاق اللي انت محدده، وانما في الوورد يعني مباشرة مفيش امر مباشر او اداة مباشرة تضغط عليها تطبع خطوط الشبكة. فالنهاردة هنحاول نعمل خدعة بسيطة كده نوصل بيها اننا نطبع خطوط الشبكة في تطبيق الوورد في خلفية الشاشة. ايه خطوط الشبكة دي ومنين بيتم عرضها؟ خطوط الشبكة هي خطوط وهمية كده في الخلفية، لما بتروح لتاب عرض اللي هو فيو بتلاقي هنا في الجروب بتاع إظهار ده شو، هتلاقي هنا في جزء التنقل وخطوط الشبكة والمسطرة. المسطرة لو ضغطت عليها بتظهر، لو ضغطت عليها بتختفي، ماشي. وخطوط الشبكة نفس الكلام، أول ما بتضغط عليها كده بيظهر خطوط أفقيا ورأسيا في مستند الوورد. الخطوط دي بتساعدني في معرفة مثلا أماكن التكست بوكس بتاعتي، هضيف هنا تكست بوكس أوله فين وآخره فين، الشيبز اللي هعملها، الأشكال، الصور، الأشياء دي، ماشي. يعني التباعد بتاعها، اسمها إيه، الألاينمنت دي اللي هي المحاذاة، تمام، بتساعدني كتير. ففي بعض الإخوة الأعزاء عاوز إننا نطبع خطوط الشبكة، فنعمل ده ازاي؟ الاول احنا هنحذف خطوط الشبكة الحالية، هنعمل لها الغاء تاني اهوت او هايد من هنا، فاختفت معانا. هنروح نفتح الاكسل ببساطة خالص، تطبيق مايكروسوفت اكسل، وفي الاكسل اصلا في خطوط شبكة، تمام، ده الطبيعي ان هو تكون موجودة. وبرضه من نفس المكان من تاب فيو او عرض في خطوط الشبكة ممكن تعرضها او ما تعرضهاش براحتك، ماشي، ولكن الطبيعي التلقائي انها تكون معروضة. طيب انا هحدد الشيت كله، طبعا الخلية عبارة عن مستطيل كده، ماشي، انا عاوزها مربع لان هعمل هستغل الفكرة دي. فهضغط هنا، طبعا بنحدد العمود من اسم العمود كده، وبنحدد الصف من اسم الصف، وبنحدد الشيت كله من النقطة اللي في تقاطع العمود والصف اللي فوق دي، الكورنر ده، ماشي. وابدأ اسحب من بين اي عمودين لحد ما نوصل لتقريبا مربع كده، تقريبا في عندنا مربع، المربع اهوت، ماشي كده، كل الشيت اصبح عبارة عن مربعات، تمام. وانا محدده برضو ممكن اروح اضغط على هنا الشريط الرئيسي، ماشي، انا في الاكس الحالية، واروح على كافة الحدود اللي هي دي من الاداة بتاعت الحدود، واختار كافة الحدود، يعني ارسم لي كافة الحدود او وضحها، خليها كلها باللون الاسود السميك ده اللي هو الواضح ده، بحيث ان انا هستغل الموضوع ده بعد شوية، تمام كده. طيب كمان انا مش عاوز المساحة اللي فوق دي اللي فيها الادوات دي، عاوز اخفيها حاليا عشان استغل المساحة كلها. يبقى هروح هنا عند اكس اللي هي بتعمل اغلاق للبرنامج، مش هضغط عليها، وجنبها التصغير، وجنبها ده، وبعدين في هنا الأداة بتاعت خيارات عرض الشريط، أضغط عليها وأعمل إخفاء الشريط تلقائيا، أوتو هايد دي، وتعمل إخفاء. إيه اللي حصل حاليا؟ الشاشة بقت كلها عبارة عن شبكة وأسماء الصفوف وأسماء الأعمدة، خلاص كده؟ حلو خالص. أرجع أروح للوورد بعد ما عملنا الخطوة اللي في الإكسل دي، هروح للوورد، وقف في أي مكان هنا، في أي مكان، واروح على الشريط الرئيسي، لا جنبه في انسيرت اللي هو ادراج، وهلاقي هنا في لقطه الشاشه، والسكرين شوت دي يعني هي في الاصدارات الحديثه فقط، يعني ممكن تكون مش موجوده في 2007 في 2003 الحاجات دي، ماشي. فانا مش عارف هي موجوده عند حضرتك ولا لا، ولكن هي دي اللي هنشتغل عليها حاليا. ولو مش موجوده عندك هقول لك على فكره تانيه ممكن توصل بيها لنفس الصوره. هاخد حاليا لقطة الشاشة، طبعا لما بتضغط على لقطة الشاشة بيروح يبحث ويدور لي على النوافذ المفتوحة حاليا، هو حاليا بيبحث عنها هوت، فهيلاقي النافذة بتاعت الاكسل، تمام، ونضغط عليها كده فهيتم ادراج لقطة الشاشة الحالية او المتاحة.
طبعا بمجرد ما ضغطنا على ادراج لقطة الشاشة من الشريط الرئيسي، من ادراج اقصد انسيرت، من هنا هنا ضغطنا عليها فظهرت لقطة الشاشة معايا هنا، وظهرت على انها صورة. طبعا ظهر لي هنا ادوات الصورة والتنسيق بتاعها والاختصاص اهوت، ممكن تضغط عليه كده عشان نعمل اختصاص للجوانب اللي احنا مش عاوزينها دي، اللي هي اسماء الاعمدة من هنا، ماشي. يعني نعمل ابقاء فقط على الصورة اللي احنا عاوزينها، ماشي، اللي هو هشيل كمان الاشياء اللي تحت دي من هنا كده، من الكورنر ده كده، تمام. بس وبعدين اضغط على اختصاص مرة تحت تانية او كروب، فظهر معايا الصورة بالشكل ده. طيب الصورة دي هي حاليا فين؟ في الصفحة. انا عاوزها في خلفية كل الصفحات، خد بالك انتبه. انا لو خليتها في خلفية الصفحة الحالية دي، يبقى ممكن اروح على الصورة كده واضغط كليك عليها، ماشي، واعمل اللي هو لما بنضغط على الصورة كده بيظهر الأداة بتاعة خيارات التخطيط دي، اللي اوت دي، بنضغط عليها وبعدين نختار منها انها تكون خلف النص. لو عملنا كده ايه اللي هيحصل؟ الصورة تم ادراجها هنا خلف النص في الصفحة الاولانية دي، تمام، خلف النص. ولكن كده انا محتاج كل صورة في كل صفحة اروح اعمل صورة واخليها خلف النص واعمل لها ضبط كده من يمين وشمال ومش عارف ايه والكلام ده. لو المستند بتاعي فيه 1000 صفحة، فانا محتاج اعمل الخطوة دي 1000 مرة. طيب ازاي نعمل يعني بخطوة واحدة كل المستند؟ سهلة خالص. انا هحدد الصورة اللي عندي وبعدين اعمل لها كنترول اكس او قص، ماشي، خلاص هي كده معايا في الذاكرة. هضغط دبل كليك على رأس الصفحة، دبل كليك في اي مكان هنا على رأس الصفحة عشان يفتح لي رأس وتزييل الصفحة، او ممكن تعمل طبعا من انسيرت تضغط على رأس الصفحة كده، فهيفتح لي برضو نفس النافذة دي، نفس اقصد يعني التاب ده. وهنا طبعا منشط لي ان انا هكتب في رأس الصفحة، هاجي هنا في رأس الصفحة واضغط كنترول في يعني لصق. يبقى انا عملت لصق للصورة فين؟ في رأس الصفحة. وابدأ اظبط الصورة بتاعتي كده، الحدود بتاعتها اسحبها يمين ويسار الى ان تكون يعني بالصورة اللي هي انا عاوزها كده مناسبة للشغل بتاعي. هنا كده في الاعلى وصلت لهنا وفي اليمين، وتعال نشوف تحت كده في اليسار، في اسفل، لا اسفل لسه ما وصلتش لتحت الصفحة، فهسحب كده شوية من هنا لحد ما اوصل للبرواز بتاعي، الاطار اللي هو الورد ده، وبعد كده نعمل اغلاق لرأس الصفحة من هنا او دبل كليك في المستند في منتصفه كده. فكده هنوصل لنتيجة رائعة، ان عندنا هنا خطوط الشبكة اصبحت في اصل الصفحة، في اصل الصفحة. تعالى نعمل كده زوم اوت، الصفحة التانية برضو فيها خطوط الشبكة. لو رحنا لصفحة تالتة، صفحة رابعة، انا بضغط انتر، ماشي، رحت للصفحة اللي بعدها ونعمل زوم كده، خطوط الشبكة موجودة معانا في الصفحة طبعا وفي كل الصفحات. اما تطبع تعمل برنت الان، فهتظهر معاك خطوط الشبكة. تعالى نروح لبرنت كده فايل، نشوف كده فعلا هل هي موجودة ولا ايه. انا ما جربتش فعلا، بس يعني اهو تمام. شوف هنا دي معاينة الطباعة فيها خطوط الشبكة موجودة معانا في معاينة الطباعة. طبعا ده نتيجة رائعة. لو المربعات دي، ممكن يظهر معاك ان المربعات مش متساوية، او يعني مش مربع بالظبط، هو كده زي ما يكون مستطيل. تروح تعدل تاني او تعمل اختصاص للصورة من احد الجوانب، او عاوز تكبر المربعات شوية تعمل اختصاص للصورة بعدين تسحبها تاني يمين وشمال واعلى واسفل واختصاص وكده لحد ما تظبطها بالشكل اللي انت عاوزه. طيب انا مش فاهم النقطة دي، تعالى نعملها كده عملي. انا عاوز اكبر المربعات دي اخليها كبيرة. تعالى نروح للصفحة تاني، رأس الصفحة مرة تانية من ادراج، واروح على رأس، اضغط عليه كده عشان يفتح لي تحرير رأس الصفحة. اروح لرأس الصفحة واضغط دبل كليك على اي صفحة فيهم، دبل كليك كده، فطبعا هيفتح لي تحرير لرأس الصفحة. نصغر بس زوم اوت كده عشان نشوف الصورة بتاعتنا. طبعا ده شغل عملي، قد يكون يعني ممل لبعض الشيء، ولكن ها هو ده. هروح لأدوات الصورة،
وأنا محدد الصورة اللي معايا في رأس الصفحة وأعمل اقتصاص لها. تمام، بيحدد لي الصورة وبيقول عاوز تعمل اقتصاص منين كده، فأقول له من الكورنر اللي تحت ده هقتص لحد هنا كده. خد بالك وانتبه أنا بعمل إيه، أنا كده هكبر المربعات، تعملها كبيرة بدل ما هي صغيرة كده، وبعدين أضغط على كروب خلاص، وبعدين أبدأ أسحب ده تاني أوديه لآخر الصفحة من هنا وبعدين لآخر الصفحة من هنا. أنا كده كبرت المربعات جدا خلاص. وبعدين نعمل إغلاق لرأس الصفحة مرة تانية، تمام كده. وبعد كده تعال نروح نعمل من هنا طباعة نشوف شكلها إيه. هضغط على زر برنت فهيبدأ يستدعي معاينة الطباعة. كده أصبح عندي خطوط شبكة في خلفية مستند الوورد، ولو انتقلنا من هنا للصفحة التالية أو الصفحة السابقة ماشي، فبيبدأ طبعا إن هو يعرض لي خطوط الشبكة بالشكل. ولكن دي طبعا المربعات كبيرة جدا، فالمفروض إن خطوط الشبكة بتكون أصغر من كده زي الصورة اللي فاتت، ولكن أنا حبيت بس أوضح لحضرتك إن ممكن يعني نكبر أو نصغر المسافات والمربعات بتاعة خطوط الشبكة دي، يعني كيفما يحلو لك، كيفما تريد أنت. تمام، فاضل نقطة واحدة، إن لو عند حضرتك ما فيش الإصدار اللي هو في الأوفيس اللي بيدعم لقطة الشاشة دي. نوصل للقطة الشاشة دي إزاي؟ باختصار وببساطة هروح للإكسل، ومن لوحة المفاتيح في عندي زر اسمه برينت سكرين. برينت سكرين، تمام. برينت سكرين ده يعني عندك كده الأزرار اللي في لوحة المفاتيح فوق خلاص، دي F1 F2 F3 F4 لحد F12 ماشي. بعد كده برينت سكرين هتضغط عليه مرة واحدة كده، فبيعمل زي سكرين شوت بتاعت الموبايل كده، لقطة شاشة وخدها في الذاكرة الآن، هي معاها الآن في الذاكرة. حتى اكتب لي تحت اهوت ان هو ايه، سكرين شوت سيف ده. تمام، واروح على الوورد وفي اي مكان تعمل كنترول في، هيتم لصق الصورة اهيت، وصلت معايا للوورد اهي على انها صورة. بتضغط عليها دبل كليك او كليك واحدة كده، فبتظهر ادوات الصورة والتنسيق، وبتبدأ تتعامل معاها عادي خالص اهوت بالاختصاص وبكل التفاصيل. عاوز تغير الالوان بتاعتها من هنا، عاوز تعدل فيها، عاوز تخليها مش عارف ايه، انت حر ماشي. تمام، ودي طبعا هي المعلومة اللي حاولت ان انا اشرحها بالتفصيل في الفيديو الحالي. يا رب تكون معلومة مفيدة ونافعة، وأكون يعني وفقت في عرضها بطريقة بسيطة وسهلة. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل، لو أنت لسه أول مرة وما اشتركتش في القناة اعمل سبسكرايب الآن، واضغط على زر جرس التنبيهات، واعمل شير للفيديوهات. اكتب لنا في التعليقات انطباعك عن الفيديو، ولو فيه استفسار اكتب لنا أيضا في التعليقات. وشكرا لمشاهدتكم الطيبة، انتظرونا في فيديوهات قادمة، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.